لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. إيه هو البر؟ ماشي، هو بر كلمة جامعة لأنواع الخير، لكن ممكن نلخصها نقول التقوى. يعني كلمة البر في القرآن بمعنى التقوى، لكن هنا لن تنالوا البر مش التقوى، جزاء التقوى. إيه هو جزاء التقوى؟ ها؟ الجنة. يبقى البر هنا بمعنى إيه؟ الجنة، أي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. وهنا بقى أدب من آداب الصدقة، اللي أنت مش تنفق البالي فقط. طبعا يا إخوانا، هو الصدقة تقبل، يعني إنسان عنده هدوم قديمة وتبرع بها يشكر وجزاه الله خيرا وله أجر، لكن المرتبة الأحسن والأفضل إنه ينفق من شيء يحبه. يبقى أنت تحتاج إلى المال ثم تتصدق به وتقول ربنا يخلف علينا وربنا يعطينا الجزاء. صعب، ها؟ هذا هو المنبغي، مش الهدوم الممزقة والأموال اللي هي طبعا الأموال كده كده لها قيمتها، لكن تلاقي ما زاد عن حاجتي، ده شيء، دي درجة يعني يؤجر عليها إن شاء الله، لكن الدرجة الأكمل والأحسن أن تنفق مما تحب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت تخشى الفقر وتأمل الغنى. يعني مالك، أنت راجل لسه بتكون نفسك أو بتجمع في المال وخايف المال ده ينقص، بعكس راجل مثلا عنده مليارات. لا، أنت لسه في مرحلة جمع المال وخايف المال يقل، ونفسك يبقى عندك استكفاء من المال، تأمل الغنى وتخشى الفقر، عندك الجزئية دي ومع ذلك تتصدق. هو ده من أفضل الصدقة، إنك حاسس بقيمة المال، مش مال زايد عنك. ولذلك ورد في الحديث: سبق درهم 100,000. ليه؟ لأن اللي تصدق بدرهم كان عنده درهمان، فتصدق ايه؟ بدرهم اللي هو نصف مالي. يبقى احنا ما بنستهونش لما نسمع واحد سرق منه 100 جنيه فتقول يا اخي 100 جنيه. ما 100 جنيه دي بالنسبه له مبلغ ضخم، بالنسبه لك هي كال 1000 جنيه. بالنسبه لاثرها وال 100,000 رجع عنده مال كثير فانفق منه جزءا. فده حال الذي تصدق بنصف مالي اكثر عند الله من الذي تصدق ب 100,000. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طبعا مين الصحابي المشهور اللي سمع هذه الآية؟ لا، مشهور قوي. جزاك الله خير. عثمان بن عوف. عبد الرحمن بن عوف. لا، مش عبد الرحمن بن عوف. هو عثمان بن عوف طبعا يا اخوانا اشترى الجنة لما جهز جيش العسرة ولما حفر بئر رومة، لكن الآية دي تأثر بها أحد الصحابة وتصدق بخير المال له. مين؟ لا، مش برضه سيدنا عثمان اللي تصدق ببستان له، حائط له، ها؟ والبستان اسمه بيرحاء. حرف الحاء ده ما بيفكرش بحد، ما بيفكركش بحد، انتوا عارفينه كلكم، انا عارف، بس هو سهي عنكم. اسمه ابو الدحداح، صحابي اللي هو كان لديه حائط كان يدخله النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب فيه من ماء طيب، وكان حائط يعني بستان كبير، وكان احب المال اليه. شوف، لما واحد يكون عنده شاليه على البحر وكله يبقى تعبان يروح على الشاليه ده، هو ده يعني حاجة فخمة. فلما سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء.
الحديقة دي، وإني جعلتها لله، فاجعلها يا رسول الله في من تريد وفي من تبغي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع، ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في أقاربك وبني عمومتك، لأن الأقربون أولى بالإيه؟ بالمعروف. قال: حسناً أفعل. وفعلاً عمل، وخلاص كده لم تعد له علاقة بهذه الحديقة بعد أن كان مالكاً لها. ليه يا أخوانا؟ علشان يطبق الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ده شيء صعب على النفس، ولكن له أجر عظيم عظيم عند الله عز وجل. لأن أنت على فكرة الصدقة يا أخوانا من علامات تعلقك بالآخرة. يعني واحد عايز يعرف هو متعلق بالدنيا ولا متعلق بالآخرة، شوف حالك مع الصدقة. ليه؟ لأنك بصدقتك بتخرب الدنيا إن صح التعبير، وتعمر الآخرة. عمال تاخد من الدنيا وتدي للإيه؟ للآخرة. عمال تبني في الآخرة، عمال تشتري أمطار في الجنة، عمال تعمر وتبني وتزرع في الجنة، والدنيا الميزة اللي في ايدك فقدتها، بتاخد من الدنيا من ميزات الدنيا تعطيها للايه؟ للاخرة. يبقى ده واحد قلبه متعلق بالايه؟ بالاخرة. انما لو واحد شحيح ما بينفقش زكاة المال، ده بيعمر الاخرة ولا بيخربها؟ بيخربها، وبيعمر في الدنيا. يبقى متعلق بايه؟ متعلق بالدنيا. يبقى كلما اقدمت على الصدقات ده دل ذلك على تعلقك بالآخرة. وخلي بالك الله عز وجل يخلف عليك، بس انت مش عندك اليقين الكافي لذلك. يعني انت انفق والمال سيأتيك، او يأتيك بصورة سلبية. ازاي بصورة سلبية؟ يمنع عنك امراض واسقام واوجاع وامور تضطر الى الانفاق فيها، تصلح عربية، تصلح البيت، تصلح مش عارف ايه، دي ستنفق. ممكن مال يضيع منك. لا، لو انت انفقت ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يجعلك تنفق المال في هذه الاشياء. وده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم الا وينادي ملكان: اللهم اعطي كل منفق خلفا، اخلف علي يا رب. ويقول الاخر: اللهم اعطي كل ممسك تلفا. فالانسان يسارع بإخراج الصدقة، أولاً صداً لمصارع السوء والمصائب، ثانياً يؤجر ويثاب، ثالثاً يعمر آخرته ويكون من أهل الآخرة، رابعاً يخلف الله عليه. كأنه ما انفقش المال جاله تاني. بس اليقين بقى، لو وجد اليقين لهان علينا أمر الصدقة.